من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل، ومن زرع الباذنجان قطف. اخواني احبتي المشاهدين، اسعد الله اوقاتكم من قناة ابو ساجد. سنتعرف اليوم على الباذنجان. طبعا في فيديوهات سابقة تحدثنا عن التقليم وعن التعطيش، وسنشاهد ان شاء الله الانتاج الباذنجان. اذا عجبكم اخواني احبتي الفيديو، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد ان شاء الله. تابعوا معنا حتى النهاية. نشاهد انتاج الباذنجان. الان موسم الباذنجان كما نشاهد. نشاهد ما شاء الله. طبعا لدينا انواع من الباذنجان، فهذا النوع يكون على شكل طولي، بشكل الطول يعني طويل، يسمى دزدان الست. وهنا كذلك نوع يسمى الباذنجان المكبل أو المكبتل. طبعا ذكرنا في فيديوهات سابقة لنجاح الباذنجان، في البداية اعتمدنا على عملية التقليم كما شاهدناها في الفيديو السابق، والتعطيش تم تعطيشه بعد زراعته ب15 يوم. وأهم شيء الباذنجان من المحب للماء، يجب إعطائه الماء. كل يومين أو 3 أيام بشكل ارتوائي. نشاهد الحبات الباذنجان. فهي طبيعية 100%، لا نعتمد على الكيماويات. وكذلك هنا لدينا هذا النوع، يتم استخدامه للمحاشي أو الحشي مثل الكوسة. كذلك هذا نوع يختلف. نذكر إخواني عند قطافه يجب إحضار سكين أو مقص عند قطافه كما نشاهد. سبحان الله، طبعا يوجد حبات تكون كبيرة كما نشاهد، وحبات صغيرة، فهو يعطي على شكل تدريجي الباذنجان.
ويبقى مستمر في الإنتاج حتى هذا الوقت يعطي أزهار. نشاهد الأزهار هنا فهو على مراحل. هناك الباذنجان يكون حبات كبيرة وحبات صغيرة، فيبقى مستمر في الإنتاج. وأهم شيء كما ذكرنا للباذنجان فهو من محب الماء، فيجب إعطائه الماء بشكل بكثرة لكي لا يصبح طعمه مر. هذا النوع الذي تحدثنا عنه يسمى دزدان الست، يكون على شكل طولي. وهناك الذي رأيناه المكبتل، فأنواع وأشكال مختلفة. نشاهد ما شاء الله قزارة الإنتاج وحبات الباذنجان. فهو يكون طبيعي 100%، لا نعتمد على الكيماويات أو الأسمدة، فهي بعض الأحيان تكون مضرة للصحة. إخواني أحبتي المشاهدين، في نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نترككم برعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.